العنصرة عيد تأسيس الكنيسة عنوان حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الأب الدكتور حنا كلداني أحد كهنة البطريركية اللاتينية للحديث عن معاني العنصرة كمحطة مفصلية في تاريخ البشرية وحضور الروح القدس ودور الكنيسة ورسالتها والوحدة التي حققتها العنصرة بين الشعوب، حيث أشار الأب كلداني إلى أن من أعمال الروح القدس أنه كان سبباً في وحدة الكنيسة ووحدة مؤمنيها. كونوا معنا. العنصرة، شو العنصرة؟ إيش كلمة عنصرة؟ نوضح لأحبائنا المعنى بالأول ثم المعنى. نعم، قبل أن نوضح المعنى نقول أيما لحظة في أي وقت نضع أنفسنا تحت عمل الروح القدس، نقبل الروح القدس، نقبل سكن الروح القدس فينا وحلول الروح القدس فينا، احنا نعيش العنصرة. نسأل الله في هذه الذكرى المباركة لكل المستمعين، لكل المعتمدين باسم يسوع الذين اعتمدوا باسم الآب والابن والروح القدس وصاروا هيكلا للروح القدس، ان يعيشوا فرح العنصرة والوحدة التي حققتها العنصرة بين الشعوب، ونمتلئ جميعا من السلام، من الطمأنينة، من المحبة، ونشعر في نهاية المطاف إننا لسنا وحدنا في هذا العالم. مع كل ضعفنا البشري، مع كل إمكانياتنا المحدودة كأشخاص، كمجتمعات، كمؤسسات بشرية، روح الله يعمل فينا، لنذهب روح الله يعمل فينا ونرى روح الله يعمل بالآخرين. نعم. ونسعى للملكوت السماوات. نعم. لأن كلمة عنصرة كلمة غريبة نوعا ما في اللغة العربية، وهي معربة عن العبرية القديمة من عصار وعسريت، وعصار وعسريت معناها اجتمع بمعنى الاجتماع، وهو اجتماع 50 يوما بعد الفصح. بعد الفصح عدد بكون فيه الفصح العبري بحدود نيسان، أول شهر نيسان تقريبا. الكلمة اجت عيد الحصاد وهو يقع 50 يوما بعد الفصح، وهو يربط بين الفصح العبري وبين المواسم الزراعية. لما بنحكي احنا 50 يوما بعد الفصح، يعني عم نتكلم عن شهر آخر 5 بداية 6 بداية الحصاد. فهناك كان يجتمع كعيد والعياد في العهد القديم كما هي في العهد الجديد، هي فضاءات اللقاء بالرب لسماع كلمة الله، هي مواسم. كما أنه هناك مواسم في الزراعة، مواسم في العمل، هناك مواسم لقاء مع الله تسمى الأعياد. وفي العربية تم التركيز على كلمة اجتماع عسريت ومنهجة عنصرة، حلول الروح القدس الذي سماه السيد المسيح المعزي، المعزي المؤيد، المؤيد. هذا الحلول يعني حضور الروح القدس في الكنيسة بدأ واستمر من تلك اللحظة. نعم. شو علاقتنا احنا نحن كمؤمنين، ما هي علاقتنا مع هذا الروح من خلال الكنيسة؟ ما هي المنافذ التي نكتسب نحن فيها تعزيات الروح القدس وتأييد الروح القدس؟ كيف نأخذها كأبناء الكنيسة معتمدين؟ اولا حلول الروح القدس في عيد العنصرة، نعم، عيد الاجتماع او عيد الخمسين كما اتى في اللغات اليونانية واللاتينية ومشتقاتها، ليس الحلول الاول وليس الحلول الاخير، ولكنه الاهم والابرز والذي نعيد له. ولكن نقرأ في التكوين روح الله كانت ترف على وجه المياه، والله خلق الانسان لما نفخ فيه من روحه. ونقرأ في العهد القديم ان الله بالروح القدس اوحى الى الانبياء، يعني عندما قال أشعياء هين العذراء ستلد ابنا اسمه عمانوئيل، قال هذا بحلول معين بإيحاء من الروح القدس، وذات هذا الروح القدس حل على العذراء في البشارة، هو العامل في كل تاريخ الخلاص منذ بدء الخليقة إلى آخر الزمان. نعم. وحل على العذراء في البشارة وقبل السلام الملاك وقال لها قوة العلي تضللك، الروح القدس يحل عليك، يحل عليك. فهذا حلول، وهذا الحلول حل خارجيا على المسيح في العماد، نعم، وحل على الآن على الرسل المجتمعين، وهذا الحلول الأقوى، ويحل علينا بالعماد في سر الميرون. نعم. في كل مرة تضع نفسك أمام الله، أنت عندما تقبل المغفرة
المغفرة في سر التوبة قائمة نعم. على وعد الروح القدس نعم. خذ الروح القدس من أعطيتم الغفران أعطي لهم أمسكتم عليه أمسك عليهم. ثمار هذه العلاقة إذن نعم. ننالها فالروح القدس يرافقنا في كل مراحل حياتنا.